مرة أخرى نعود للماديين، إلى هنا وصلنا. مرة أخرى نعود للماديين ونرى ما هي وجهة نظر، نعيد صياغة وجهة نظر الماديين بشكل جديد. لماذا؟ لكي نثبت أن الإدراك عند الماديين يمكن أن يكون مادياً وفي نفس الوقت ينتج عنه تصورات ليست آتية من الخارج. هذه قضية مهمة. فيما سبق كان المصنف قد أشكل عليهم إذا تذكرون، وقال لهم الكليات كيف تأتي من الخارج؟ الكلي ليس موجوداً في الخارج. عندما أقول الإنسان نوع، هنا النوعية ليست موجودة في الخارج، الموجود في الخارج هو المصداق المتشخص الجزئي الحقيقي، هو الموجود في الخارج. فأنا كيف يحصل لي تصور الكلية بالمعنى المنطقي؟ كيف يحصل لي تصور الجزئية بالمعنى المنطقي؟ النوعية، الفصلية، الجنسية، هذه كليات. الماديون يريدون الآن أن يقولوا الإدراك مادي، ولكن في نفس الوقت يمكن أن نحصل على أفكار ومعلومات لا تأتينا مباشرة من الخارج. يعني يريدون أن يفسروا كيف أن بعض المدركات لا تأتي من الخارج مباشرة، وإنما يولدها الذهن نفسه. كيف يولد الذهن نفسه هذه المدركات غير الآتية مباشرة من الخارج ويكون الإدراك ماديا؟ يريدون أن يشرحوا هذه القضية. لذلك بإمكاننا أن نقول إن هذه صياغة جديدة للنظرية المادية في الإدراك تفسر جميع أنواع المدركات، أي المدركات الآتية من الخارج بالمباشرة والمدركات التي يقوم الذهن بإنتاجها أيضا. كيف؟ قالوا، وذلك عبر ثلاث مقدمات أو ثلاث قضايا ومراحل. المرحلة الأولى قالوا قد أثبتنا في مباحثنا الفلسفية أن العلاقة بين الأشياء في العالم الخارجي كما أثبتت ذلك العلوم أيضا هي علاقة جدلية وليست علاقة أحادية. ما الفرق بين العلاقة الجدلية والعلاقة الأحادية؟ في العلاقة الجدلية العلاقة إثنينية الطرف، كل طرف هو مؤثر وفي الوقت نفسه هو متأثر. ألف تؤثر في باء وباء تؤثر في ألف، ألف تؤثر في باء فتتأثر باء، وباء تؤثر في ألف فتتأثر ألف. هذا نسميه إثنينية الطرف، علاقة إثنينية الطرف، وبالإصطلاح الماركسي علاقة جدلية. قالوا العالم بأجمعه يقوم على أساس العلائق الجدلية، يعني لا يوجد شيء يؤثر في شيء وهذا الشيء لا يتأثر، أحادية التأثير، هذا يؤثر في هذا أما هذا لا يتأثر بشيء آخر. لا، كل شيء يتأثر بشكل أو بآخر من كل شيء، إن بالمباشرة أو بالواسطة. ألف تؤثر في باء، باء تؤثر في جيم، جيم تؤثر في دال، دال تؤثر في ألف، وهكذا. كل شيء يتواشج، يتداخل. إذا نأخذ الكبرى، إذا أردنا أن نعبر بالتعبير المنطقي الأرسطي، نأخذ الكبرى. الكبرى هي عبارة عن أن العلاقات بين الأشياء في العالم الخارجي هي علاقات جدلية، أي علاقات تأثير وتأثر متبادلين، وليست علاقات أحادية الجانب أو أحادية التأثير حتى يكون واحدة تؤثر والثانية لا تؤثر. هذه المقدمة الأولى، وهذه المقدمة برهانهم عليها من أين؟ من أبحاثهم الفلسفية الخاصة، لا نقيم الآن برهانا عليها، يعني هي أصل الموضوع نعتبرها هنا، نعتبرها أصلا مسلما. إذن هذه القاعدة الأولى. الآن نأتي لتطبيق هذه القاعدة على العملية الإدراكية. نقول في الإدراك يوجد ذهن
ويوجد خارج. هناك جزء من الخارج يتفاعل مع جزء من الذهن. هذا يؤثر في هذا وهذا يؤثر في هذا. كأنما هذا جزء منه يأتي إلى هنا، وهذا أيضا جزء منه يتحد بهذا الذي يأتي، فيتبادلان التأثير. لا أن واحد يؤثر في الثاني فقط، لا، كلاهما علة ومعلول، كلاهما مؤثر ومتأثر. فالجزء ألف الذي أتى من الخارج يتفاعل مع الجزء باء الذي هو في الدماغ أو في الأعصاب. إذن هناك تفاعل بين المادة الدماغية، أو هناك تفاعل بين المجموعة العصبية وبين الخارج المدرك، وهذا التفاعل مادي بامتياز، وهذا التفاعل مادي بما للكلمة من معنى. لأن القانون هكذا يقول، القانون العام هكذا يقول، كبرى الكلية هكذا تقول، تقول التفاعل اثنيني الطرف. فهناك الخارج يؤثر في هذا الذهن، كأنما الواقع الخارجي له تأثيرات إشعاعية مثلا معينة على هذا الذهن، وهذا الذهن أيضا هذه التأثيرات التي تأتي أيضا يقوم بالتأثير فيها، فيحصل تأثير متبادل بين الخارج وبين الذهن. ينتج عن هذا التأثير وفق القانون الديالكتيكي ينتج أمر ثالث مادي، فينتج ظاهرة مادية ثالثة هي التي تبقى في الذهن، وهي عبارة عن الفكرة، وهي عبارة عن المدرك. إذن المقدمة الأولى إن القانون الحاكم في العلاقات بين الأشياء هو عبارة عن قانون التأثير والتأثر المتبادلين، أي العلاقة الجدلية وليست الأحادية. المقدمة الثانية إن تطبيق هذا القانون على العملية الإدراكية يستدعي افتراض أن الخارج يقوم بالتأثير بالدماغ أو بالمجموعة العصبية، والدماغ والمجموعة العصبية أيضا تقوم بالتأثير في الخارج، فينتج عن تبادل التأثير، ينتج عن هذا التضاد والتناقض والتنافس الموجود بينهما مولود جديد له أب وله أم، ينتج مولود جديد، وهذا المولود الجديد يستقر في المجموعة العصبية أو يستقر في الدماغ ما شئت فعبر، ويكون هو ما نسميه نحن بالفكرة بالمدرك. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة لهذه الصياغة الجديدة للبرهان تقول هذا الشيء، هنا لاحظوا جيدا، هذا الشيء الذي ظهر، هذا المولود الجديد الذي ظهر في المجموعة العصبية أو ظهر في الدماغ، هذا مادة أو ليس بمادة؟ مادة حسب زعمهم، هو مادة أيضا. هذا الدماغ وهذا هو الجزء الذي ظهر فيه، يقع تفاعل جديد بين الدماغ وبين هذا الجزء الجديد. هنا نتيجة هذا التفاعل بين المجموعة العصبية أو بين الدماغ وبين الجزء الجديد الحادث يقع تفاعل ينتج جزء جديد وفق قانون طبيعي. هذا الجزء الجديد أيضا فكرة جديدة، لكن لو لاحظنا الآن أن الفكرة الأولى جاءت بتأثير من الخارج والذهن، أما الفكرة الثانية فليس للخارج دور فيها، صحيح؟ هي نتيجة علاقة مادية تفاعلية داخلية في الدماغ بين المجموعة العصبية بين الدماغ وبين هذه الظاهرة المادية الجديدة التي ظهرت في المرة الأولى عقب التفاعل بين الدماغ والخارج. ولذلك هنا الجواب، ولذلك بعض الأفكار التي تكون في ذهننا تأتينا من الخارج. هذا الباب موجود، هذا الحائط موجود، هذه تأتي نتيجة تفاعل الخارج. وبعض الأفكار تقول أنت تقول لي أين هي في الخارج حتى تأتينا، مثل مفهوم الكلي، مثل هذه المفاهيم، يقول لك هذه أيضا مادية. كيف؟ لأنها نتيجة التفاعل بين الظواهر المادية الأفكار الموجودة في الذهن القابعة في سطع الذهن وبين الذهن نفسه، فتنتج عنها تفاعل جد وهكذا.
وهكذا تتكاثر المعلومات بهذه الطريقة المادية داخل الذهن، ويبدأ تعاقب الإدراكات، يبدأ تكاثر الإدراكات، يبدأ تتالي الإدراكات، ما شئت فعبر. إذن هذه صياغة مرة أخرى لنظرية مادية الإدراك، نستطيع من خلالها أن نفسر أولاً حقيقة الإدراك للشيء الخارجي، ثانياً حقيقة إدراك الشيء الذي لا نراه يأتينا من الخارج. هذه نقطة إضافية هنا، لو تأملتم قليلاً نقطة إضافية في هذا المجال. طيب، المصنف مع المعلق، طبعاً عندما أقول المصنف فإنني أقصد في بعض الأحيان ما هو الأعم من المصنف والمعلق، يقول عندنا أجوبة نذكرها في نقاط. أولاً، كل ما قلتموه مقبول. ألا تريدون أن نسلم؟ سلمنا. يعني هو أنتم ماذا تريدون من كل هذا النقاش؟ تريدون أن تثبتوا أن ما حصل هو 1، 2، 3، 4، صحيح؟ نحن نقبل، قلنا ما في مشكلة، لكن مع ذلك نسألكم، نحن مرارا وتكرارا كما قلنا في الدروس الماضية أن الحكماء الإسلاميين أرادوا دائما أن يركزوا على هذه القضية في دراسة الإدراك مرارا وتكرارا. نحن قلنا لكم لا اختلاف بيننا وبينكم في المقدمات الفيزيائية والعصبية والمادية للإدراك، فكل هذا الذي تقولون نحن نقبل به، وربما في يوم من الأيام يمكنكم أن ترون إياه بالنجهر، ربما ما في مشكلة، نحن هذا نقبل به، لكن مع ذلك نعيد سؤالنا الأول إليكم. إذا كانت هذه هي كل العملية الإدراكية وليست مرحلة من مراحل العملية الإدراكية، إذا كانت هذه مجموع مراحل العملية الإدراكية، إذا كان هكذا فلماذا لا تقبل الصور الذهنية الانقسام؟ لكيف حل الكبير في الصغير؟ لماذا لا تقبل التغير؟ إذا كانت هكذا إذن فهي مادية، وكل ما هو مادي لابد أن يحمل سمات المادة، لابد أن يحمل خصائص المادة، لابد أن يحمل صفات المادة. جيد، إذن لماذا هذه لا تحمل صفات المادة؟ وقد قلنا لكم سابقا في برهان استحالة انطباع الكبير في الصغير، في برهان استحالة الانقسام، في برهان استحالة التغير غير المتغير غير المتغير الذي شرحناه في الدرس الماضي، قلنا بأن هذه لا تنطبق على الإدراكات وعلى الصور الإدراكية. ولو كانت الصور الإدراكية مادية كما تقولون أنتم فكان لابد أن تنطبق عليها السمات، إذ الشيء يعرف بسماته، إذ الشيء يعرف بسماته بخصائصه بعلائمه. فلو فعلا كانت العملية الإدراكية بتمام مراحلها ماديتان لكان لابد أن تبقى تحمل السمات المادية إلى النهاية، والحال أننا لا نجدها تحمل السمات المادية إلى النهاية. هذا أولا، هذه النقطة الثانية. نقطة أخرى، طبعا هذه النقطة التي ذكرناها الآن هي تكرار في الحقيقة كما لاحظتما، يعني المصنف الآن يعيد صياغة بياناتهم المادية ثم يعيد نفس الإشكالات عليه. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول كل الصياغات الجديدة التي تستحدثونها لا تحل الإشكالات الأولى التي تحدثنا عنها، لاحظتوا؟ طيب، ثم يعيد ويقول، وهذا الإشكال مر معنا إذا تذكرون فيما سبق، ربما في بحث المقالة الثانية، يقول المصنف، يقول سلمنا حصل تفاعل بين الشيء الخارجي وبين الجزء الذهني الدماغي، وهذا التفاعل أنتج جزءا ماديا صغيرا موجودا في الدماغ، قبلنا، سلمنا، استسلمنا لكل ما تقولون. طيب، نحن نسأل إذا كان كذلك أين هي الكاشفية؟ إذا تذكرون مرة معنا هذا، ونفس هذا الإشكال أيضا يسجله السيد الشهيد الصدر في فلسفتنا في نظرية المعرفة أيضا على الماديين، يقول أين هي الكاشفية في العلم؟ يعني بالله عليك، إذا الآن أنا أتيت ببعض المواد المتعفنة ووضعتها في الشمس في حر الصيف وتعفنت هذه المواد وصارت قذرة وولد منها ديدان صغيرة، هل هذا يعني أن الديدان فيها كاشفية؟
خاصية العلم في كاشفيته عن نورين الواقع، هذه الظاهرة أين هي عندكم الآن؟ مثل أي تفاعل مادي يحصل بين شيئين، تضع ورقة على نار فتصبح عبارة عن رماد، تفاعل مادي. لماذا في هذا التفاعل المادي لا نلحظ الكاشفية موجودة، بينما هذا التفاعل المادي الذي يحصل بين الخارج وبين الدماغ نلحظ فيه خاصية جديدة وهي الكاشفية عن الخارج؟ ما هو الأمر المميز وفق نظريتكم، ما هو الأمر المميز الذي جعل هذا النوع من التفاعلات المادية يحدث في هذه المجموعة العصبية خاصية الكاشفية لهذا الشيء المادي عن الخارج؟ كيف حصل هذا؟ هذا غاية ما في الأمر، أن شيئين تفاعلا أو لدى شيئا ثالثا، شيئين تفاعلا أو لدى شيئا ثالثا، هذا لا يعطي خاصية الكاشفية، ولذلك خاصية الكاشفية فقط موجودة في العلم، ليست موجودة في كل التفاعلات المادية الخارجية، فقط موجودة في العلم الذي هو في عند المدرك الذي هو المجرد، وليست موجودة في أي تفاعل مادي خارجي. الآن مليارات التفاعلات الخارجية المادية والفيزيائية والكيميائية التي تحصل في الخارج ليس فيها عناصر كاشفية، شيء يكشف عن شيء، فيها شيء علة لشيء يتفاعل معه يولد منهما شيء ثالث. هذا هو، إذا كان هذا هو الذي يحصل في الدماغ، إذن فأين هي خاصية الكاشفية؟ لا توجد خاصية كاشفية، ويلزم أن ترتدوا مرة أخرى وتصبحوا مثاليين، لأنه لا يوجد إذن علاقة كشف وتطابق بين الصورة الذهنية وبين الخارج، لا يوجد علاقة كشف وتطابق. قد تقول شيخنا كيف لا يوجد علاقة كشف وتطابق؟ نحن الآن قلنا لك بأنه في علاقة تأثير وتأثر، الخارج يؤثر في الذهن ويتفاعلان وينتجان هذه، إذا في علاقة بين الذهن وبين الخارج، بين هذه الفكرة وبين الخارج. نقول لك هذا الذي قلته أنت الآن، من أن الخارج يتفاعل مع الدماغ وينتج فكرة جديدة ويتفاعلان وهذا يصبح معلولا لهذا الذي في الخارج، فإذا في علاقة بين الخارج وهذا، هذا كله صورة ذهنية في دماغك، أليس كذلك؟ إذا كيف حصل على خاصية العلم؟ هذا أيضا نفسه صورة ذهنية موجودة في دماغي، يعني ليس واقعا خارجيا، هو صورة ذهنية، أنا أريد أن أعرف كيف حكى عن هذا الواقع الخارجي. إذا كان مجرد تفاعل بين ألف وباء، تفاعلتا فأولدتا كاف، هذا الإيلاد لكاف، كيف صارت كاف كاشفة عن ألف وباء؟ بالكشف، نحن نتكلم بالكشف، لا معلولة، معلولة معلولة، لكن كشفها عنها كيف حصلت؟ هذا أنتم لا تستطيعون أن تجيبوا عنه. فإذا ما يريده المصنف أن غاية ما تستطيعون أن تقولوا هو أن هناك تفاعلات مادية عصبية فيزيائية كيميائية، ما شئتم فعبروا، كهرومغناطيسية، لا أدري ماذا تقولون، قولوا أي شيء تقولون حصلت في داخل هذه المجموعة العصبية أو في هذا الدماغ المعقد، وأن هذه الأشياء أنتجت أشياء أخرى مادية، هذا لا قبل به، لكن هذا لا يجعل العملية الإدراكية واقفة عند هذا المقدار من التفاعلات، وإنما هناك شيء آخر خارج ذلك. لو كان ما في ذهننا غير ما في الخارج لما كشف عنه. هذا الذي في ذهننا معلول، والذي في الخارج شيء آخر غيره، الذي في الخارج هو حائط، والذي في ذهني هو ربما عبارة عن أشياء كهربائية لا أدري ما هي، كيف يكشف عنه إذن؟ إذا كان غيره كيف يكشف عنه؟ الكاشف يقتضي التطابق بين الكاشف والمنكشف، فكيف يكشف هذا الذي في الذهن عن هذا الذي في الخارج؟ إشكال. الآن سيشكلون، سيدافعون وسيثبتون أن هناك علاقة بين الفكرة، هذه الفكرة، وبين الخارج دون أن تكون الفكرة عين الخارج 100%. المصنف طبقا للنزعة الإسلامية عند الصدرائيين يريد أن يصل إلى نتيجة أن هذا الذي في الخارج هو نفسه الذي في ذهنك ماهية، هذا الذي في الخارج هو نفسه الذي في ذهنك ماهية، ولكنهما يختلفان في الرتبة الوجودية. هذه النظرية الصدرائية، الرتبة الوجودية للحائط الخارجي هي رتبة الخارج هذا المادية، الرتبة الوجودية لنفس الماهية ماهية الحائط، لكن هنا هي الرتبة الذهنية إذا أردنا أن نعبر عنها. فهو الحائط له وجودان، هو الماهية الواحدة لها وجودان، وجود في الخارج ووجود في ذهني.
يستحيل اتحاد وجودين مستقلين. نعم، لكن لا يستحيل اتحاد ماهية واحدة في وجودين. ماهية واحدة، ماهية الحائط، لها وجودان، وجود خارجي ووجود ذهني، ولا بأس بذلك. هذه النظرية الصدرائية، نظرية الفلسفة المتعالية، يريدون إثبات أن ما في الخارج هو عينه ما في الذهن، ولذلك كان هناك كشفية. الوحدة الماهوية بين الخارج والصورة الذهنية هي التي حصلت الكاشفية. أما أنتم لا تستطيعون تحصيل الكاشفية، لأن هذا الذي في الخارج حائط مؤلف من المواد ألف باء جيم دال، وهذا الذي في الذهن هو عبارة عن كهرباء مؤلفة من عين وسين وتاء. لا يوجد في تباين تام بينهما، فكيف كشف هذا عن هذا؟ إذا يلزم على كلامكم القطيعة البتر ما بين الذهن والخارج، أما على كلامنا يلزم الوحدة. فنحن نستطيع أن نفسر التطابق بين الذهن والخارج، أما أنتم لا تستطيعون تفسير التطابق بين الذهن والخارج. هذا ما يريده المصنف. هم يريدون أن يدافعوا عن أنفسهم، يقولون لا، ليس صحيحا ما يقال من أن نظريتنا تنتج التباين بالمعنى الذي تريدونه أنتم. لماذا؟ لأن المعنى الذي تريدونه مستحيل أن يكون صحيح، وهو أن ما في ذهني هو نفس ما في الخارج. كيف؟ بسيطة. الذي في الخارج سميه ألف، الدماغ سميه باء، جزء الذي في الدماغ سميه باء، الناتج عنهما سميه كاف. نقول ألف هو ما في الخارج، باء هو ما في الدماغ، تفاعل ألف وباء أنتجا كاف، الذي هو ألف زائد باء، وليس هو نفس ألف. لا يمكن أن يكون هو نفس ألف، لأن لو كان نفس ألف لجاء الحائط إلى ذهني. ولا يمكن أن يكون هو نفس باء، لأن إذا كان نفس باء نفس الجزء الأول في الدماغ، إذا قبل أن أفتح عيني كانت الصورة موجودة. إذا هو نفسه نفس الجزء الذي في الدماغ، إذا حتما هو شيء ثالث مزيج من ألف وباء. إذا حتما هو شيء ثالث مزيج من ألف وباء، وليس هو ألف ولا هو باء. فإذا ما تدعونه أنتم في نظريتكم الفلسفية من أن الصورة الذهنية الإدراكية هي عينها ما في الخارج لا يمكن أن يصح بوجه من الوجوه، فإن الصورة الذهنية الإدراكية هي مجموع ألف وباء، لا ألف لوحدها ولا باء لوحدها. فكلامكم غير صحيح أيها الإلهيون. طبعا هذا مناقشة للإلهيين قبل الماديين. المصنف أيضا يعود ويكرر نفس الكلام، يعني أنت لو رأيته سوف ترى، يقول ليس هناك ثلاث أشياء، هناك أربعة. كيف؟ يقول يوجد ألف، هذا الذي في الخارج، يوجد باء، جزء الدماغ، يوجد كاف، الذي هو الظاهرة المادية التي نتجت عن تفاعل ألف وباء، ويوجد حاء، الذي هو عبارة عن الصورة الإدراكية التي لا يمكن أن تكون هي المادة كما قلنا قبل قليل. يوجد شيء رابع، ألم نقل قبل قليل أنه خصائص المادة لا تنطبق على الصورة الإدراكية؟ ألم نقل أن خصائص المادة لا تنطبق على الصورة الذهنية؟ إذن فهناك أربع أشياء ليس ثلاثة أشياء، هناك ألف وباء وكاف وهناك حاء. إذا تطابقت كاف وحاء جيد، إذا ما تطابقت كاف وحاء مشكلة، صحيح؟ هكذا مفترض أن يكون. إذا من هنا نحن نقول أن ما في الخارج هو عينه ما في الذهن ماهيةً، ولكن يختلف عنه في الرتبة الوجودية. وبهذه النظرية نثبت التطابق بين الخارج والذهن بحسب زعمهم.